اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة تعشقوها الكبار والصغار، رائعة في المذاق، سهلة بسيطة، مقادير مضبوطة وطريقة ناجحة، وهي وصفة الكريب. فإذا كنتوا أول مرة تتشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا للقناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتوا من الأوفياء القناة تنجدد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة وشات الشيف لطيفة، تنتقاسم معكم بها عدة وصفات بدون هذا الروبوت. ندوزو اكتشفوا مقادير وطريقة تحضير وصفة الكريب. في الروبوت ثيرموميكس نديرو 50 غرام تاع الزبده، من الاحسن تكون تاع العبار. نسدو وندوبو الزبده، نبرمج جوج تاع الدقائق، حراره 70، سرعه 2. الزبده ما ذابتش ليا في هذا التوقيت، غادي نعاود نزيدها شويه حيت انا جبتها من الثلاجه. غادي نعاود نسد ونزيدها 30 ثانيه، حراره 70، سرعه 2. من بعد ما نذوبو الزبدة نزيد قبيصة الملحة، 600 غرام حليب، 250 غرام تاع الطحين الأبيض، ونزيد 4 البيضات. نخليو البيض هو الأخر باش ما يطيبش لينا بالحرارة اللي درنا للزبدة. غادي نسد وغادي نبرمج 30 ثانية، السرعة 5. خليط الكريب هو هذا، تيجي سائل كيف تشوفوا معايا، ما عاقدش بزاف. ولا طحين شرب لكم السائل زيدوا شويه الحليب. درناه بلا سكر بلا حلاوه باش يبقى هذا الكريب ستوندار، نستعملوه للمالح والحلو. نديروه في واحد الاناء، نغطيو عليه ونخليه يرتاح على الاقل نص ساعه، عاد نبداو نطيبوه. من بعد ما نخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه، انا خليتها ساعه تلقانه، نسخنو المقلاه مزيان. الا كانت المقلاه تتلصق دهنوها بشويه الزبده. نحركو لاباغاي اكريب، تتسخن المقلاه مزيان. ناخذ واحد اللوشه، نهزو قياس تاع اللوشه اللي غتقد لينا المقلاه، نحطوها وحنا تنحركو في يدينا بحال هكذا باش توصل جميع الجوانب، يعني تغطي لينا سطح المقلاة، ونحطوها طيب. غير هو خصنا نحركو يدينا بسرعة باش الكريب يكون عندها نفس السمك في المساحة ساعتها كاملة. هاد الفقاعات اللي عندنا راهما اللي تنقلبو الكريب تيجيونا مبرقعين وتيعطيونا داك الشكل الزويون اللي هو شكل مبقع. هذاك هو الوجه اللي تنقدمو به الكريب. النار ما مجهده ما ناقصه، متوسطه، تنعرفو الوجه التحتاني طاب منين الجوانب تاع الكريب تتبدا تقلع. نقلبوها ونخليوها تطيب على الوجه الاخر. الوجه الاخر غير تيطيب لينا بهذا الشكل، اي تيولي مبرقع بحال هكذا، تنعرفوه طاب. تنحيدو الكريب، تنحطوها على واحد
المنيدل بحال هكذا ونغطيوها باش تبقى سخونه، ونستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الخليط تاع الكريب. نهزوا القياس اللي غادي يكفينا في المقلاه، وحنا كنحركوا يدينا بسرعه باش توصل لجميع الاماكن بهذه الطريقه، ونحطوها تطيب على نار ما ناقصه ما مجهده متوسطه. هاد الوجه التحتاني تياخد شويه طياب، وتنعرفوه طاب منين الجوانب تاع الكريب تتبدا تقلع بوحدها. هيا بدات تتقلع من هاد الجهه، ومن هنا طلوا عليها تحمرات لينا تنقلبوها. هاد الوجه الاخر سياخد ثلاثة تاع دقائق ما كاملينش، تيتحمر وتياخد هذا الشكل هكا مبرقع، راه طاب لينا. تنحيدوها وتنحطوها مع الباقي بهذه الطريقه، ونغطيوه باش يبقى سخون. نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الخليط، وهكذا تنوصلوا بطريقه سريعه نديروا وصفه الكريب. يمكننا نقدموها في وجبه الفطور او اللمجه، ونستقلوا بها الضيوف تاعنا، تجي رائعه. يمكننا نقدموها بالشوكولا او بالمربى او الاجبان، الحشوات تتبقى حسب الذوق. يمكننا نقدموها مالحه او حلوه. فإلى عجبتكم الطريقه وعجبتكم الوصفه جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارطاج واللايك ووضع تعليقات. بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناه وصفات الشاف لطيفه، تنتقاسم معكم فيها عده وصفات بدون هاد الروبو. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.